معلش بس انا كنت بعدل حاجة، بس هنا كان طلع غلط، انا اسف. فهنرجع نكمل، همشي نورث ويست كورنر. هنا عندي في 30 في السبلاي، 10 في الديماند، حط الازر جوه اللي هي ال 10، ونقص من هنا 10 بقى ريميننج هنا 20، ونقص من هنا 10 بقى ريميننج 0. جميل. وبعدين يا شباب طبعا الديماند 0، يبقى انا بشيل الكولم، يبقى كده التول سيلز دول كده اوت، مش معايا. همشي نورث ويست سبلاي 20، طبعا في السيل دي سبلاي 20 والديماند 30، بحط الازر جوه السيل، وناقص من سبلاي 20 بقى ريميننج 0، وناقص من سبلاي والديماند سوري 20 بقى ريميننج 10. جميل. وبعدين يا شباب السبلاي بقى 0، يبقى هشيل الرو، يبقى الرو ده كده شكرا مش عايزه. نو سواتس كورنر، هنا 10 و10، بحط الاصغر، هنا عندي ال 10، هنا 0 سبلاي، هنا 0 ديماند. طبعا دي الكيس اللي كنا لسه شارحينها من شويه، واتفقنا لما يبقى السبلاي والديماند هما الاثنين بقوا زيرو، مش هشيل الاثنين، هشيل السبلاي بس، هشيل الرو بس. فانا هشيل الرو ده، بعدين ارجع نور سواتس كورنر، في السيل دي هنا عندي في السبلاي في 40، في الديماند في زيرو، مين الاصغر؟ طبعا الزيرو، فقلنا هكتب زيرو بايدي كده، وهنقص من السبلاي زيرو، وهنقص من الديماند زيرو، فهيفضلوا زي ما هما. طبعا كده الرو ده كده شكرا، لانه بقى خلاص اكتفى، مش عايز حاجة تاني. آخر سؤال، ال remaining في supply equal ال remaining في ال demand، يبقى مظبوط. هنا هحط 40، هنا minus 40 0، هنا minus 40 0. وبعدين بحسب ال total shipping cost. طبعا القارن ديت جديدة، مختلفة عن اللي فاتت، فطبعا شيء طبيعي إن هو يكون مختلف. هنا 210. وبعدين نشوف ال problem دي basic ولا مش basic. طبعا هتشيك، نطلع عندي هنا كام cell occupied 5، مظبوطين، يبقى البروبلم دي بيسك. جميل. وبعدين يا شباب طبعا هجيب اليو ال في زي ما اتفقنا، البوينت دي انا شرحتها قبل كده فمش هعيدها تاني. انت لو عايز تعرف اليو ال في ارجع للفيديوز اللي قبل كده. جميل. فانا هجيب لك بعد كده السيلز، الامتي سيلز الايفالويشن طلع بكام على طول. فالامتي سيلز الايفالويشن بتاعها طلع بالنمبرز دي زي ما اتفقنا، لو كل النمبرز دي بوزيتيف او زيروز يبقى انا اوبتيمال، لو في نمبر بالنيجاتيف يبقى انا محتاج اعمل تيبل جديد، لان انا اقدر اوصل لتوتال كوست افضل من دي. طيب هنا عندي السلكتد سيل، طبعا بحتاج اطلع السلكتد سيل والريفرنس. السلكتد سيل هو الموست نيجاتيف ايفالويشن عندي، فانا ما عنديش غير واحد بس اللي هو F2M1، ده السلكتد سيل اللي هي سيل 2 1. طبعا الايفالويشن طلع بالنيجاتيف 1، محتاج بقى اطلع الريفرنس. الريفرنس ده بجيبه ازاي؟ بقى في السيل اللي هي الموست نيجاتيف سيل، واتحرك vertical يعني up or down. طبعا لو نزلت تحت انا واقف هنا، دي اللي starting point يا شباب، لو نزلت down هنا دي empty cell، فانا هضطر اطلع لل 10. ينفع اقف هنا، دي occupied cell. جميل. بعد كده اتحرك horizontal move يعني يمين شمال، طبعا لو رحت شمال دي outside the table، اتحرك يمين اروح رايح لل 20. في اي مشكلة هنا ينفع اقف؟ طبعا ينفع اقف. vertical move هنا بره ال table، لو طلعت up هنزل لل 10. هنا في مشكلة اقف؟ لا، occupy cell مظبوطة. بعد كده ارجع لل starting point، كده رجعت لل starting point. طبعا اللي انا بادي منها بديها positive sign، كل مرة هغير ال sign في كل corner، اللي بعديه negative، اللي بعديه positive، اللي بعديه negative. بعد كده هروح رايح لل negative corners بس، مش اي corner، ال negative corners بس اللي هما الاتنين دول، واختار الاصغر في ال negative corners. هنا عندي 10 وهنا عندي 10، في عندي رقمين زي بعض، يبقى reference 10. طيب ده هيأثر عندي في حاجة؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. طبعا هنعمل تيبل جديد وهنسميه initial plus 1. ده التيبل الجديد، أول حاجة هروح رايح لل selected cell وهحط فيها ال value of the reference، يعني هاجي هنا في F2M1، هنا في السيل دي هحط كام؟ هحط ال 10، دي اللي هي ال value بتاعت ال reference. جميل. بعد كده هرجع لل path بتاعي اللي أنا رسمته ده، هنا عندي الكورنر اللي بعده في 10، خلي بالك أنا اتحركت vertically الأول. هنا 10 minus الريفرنس 10 minus 10 0، ده empty cell، وخلي بالك ده بنسميه the first calculated 0، ده أول 0 طلع لي في الباث وأنا بتحرك، فال first calculated 0 بسيبه empty cell زي ما هو. جميل. وبعدين هكمل هنا الكورنر اللي بعده 20، بس عندي المرة دي positive sign، فأنا بعمل 20 plus الريفرنس اللي جوه plus اللي بره، 20 plus 10 بقت 30، هنا 30. جميل. وبعد كده عندي الكورنر اللي بعده في 10 بس في negative sign، فانا بعمل 10 minus
الريفرنس 10 10 ماينس 10 0. بس ده ايه، خلي بالك ده السكند كالكوليتد 0، ده تاني 0 طلع لي في البروبلم في الباس وانا برسمه وانا بكتبه وانا بعمل الريلوكيشن بتاع سوري بوزع تاني الفاليوز بتاعتي في الباس بتاعي، فتاني 0 بيطلع لي في الباث بضطر اكتبه بقى. خلي بالك بقى النقطه دي مهمه قوي. فانا عندي الفيرست كالكوليتد 0 ما بيتكتبش لو انا بعمل بغير الفاليوز بتاعتي مع الريفرنس وطلع لي 0، يعني زي ما يطلع لك هنا 10 ماينس 10 بقى دي امتي سيل. لو ظهر لك تاني 0 مثلا زي هنا كده ما قلنا 10 ماينس 10 ده بنسميه السكند كالكوليتد 0، ده بقى هضطر اكتبه. فلازم اكتب هنا بيدي 0 ليه؟ عشان تبقى problem basic. من غير الفاليو بتاعت او الزيرو اللي انا لسه كاتبه ده البروبلم كانت هتبقى ايه؟ not basic. طيب لو تلاقي third calculated 0 برضه هكتبه، لو تلاقي ان شاء الله 100 هي كلهم هيتكتبوا ما عدا بس ال first calculated 0. يبقى انا ما بكتبش ال first calculated 0، بكتب كل الزيروز اللي هتيجي بعد كده. طيب وبعدين يا شباب اي number بقى outside this path هينزل زي ما هو، زي الزيرو ده كده وزي الفورتي دول كده هينزلوا زي ما هم. طيب نشوف كده البروبلم دي كده بيسك ولا مش بيسك. 1 2 3 4 5 جميل بقوا 5، من غير الزيرو ده كان هيبقوا 4 والبروبلم كانت هتبقى ايه؟ نوت بيسك، وكنت هعرف المشكله ان انا مش عارف اجيب اليول في. فخلي بالك من النقطه دي مهمه قوي برضه. دي كيس تانيه مهمه طبعا، خلي بالك مش كل دول انت متعرض ليهم او يجولك في الامتحان، او انا بقول لك ممكن تجي لك او دي حاجات انت ممكن تشوفها. فخلي بالك مش كل دول هتلاقيهم في الاساينمنت او في الامتحان بتاعك او في الكويز، فانت لو لقيتها هي موجوده عندك ما لقيتهاش خلاص. طيب دي كده اعتقد يعني ان شاء الله كل الكيس اللي ممكن تواجهها. يعني انا اتمنى ان اكون انا قدرت اشرحها لكم او اوضحها لكم. بفكرك ان في كيس ثالثه، ان هي لو السبلاي مش ايكوال للديماند، لو البروبلم كانت انبالانسد. لو انت عايز تعرف الكيس دي زي ما قلت لك ارجع للفيديو اللي قبل كده. لو في حد عنده مشكله لسه برضو مش فاهم حاجه ممكن يرجع يكلمني، يبعت لي على الميل، انا ما عنديش مشكله انك تتواصل معايا على الموبايل. في ناس كتير قوي معاهم موبايلي، لو انت عايز تكلمني انا ما عنديش مشكله خالص. ان شاء الله اشوفكم على خير، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله في توبيك جديد.